بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من كوريا الجنوبية، هو اسمه يونغ شول لي. يونغ شول لي الراجل ده، يعني ممكن الاسم ما يهمكش كتير، لكن ده سنة 1938 كان عنده محل صغير بيبيع رز وسكر، حاجة يعني بسيطة جدا جدا جدا. كان فين؟ كان في كوريا الجنوبية. لكن الراجل ده كان طموح جدا جدا جدا، لدرجة ان هو كان بيحلم ان يعني شركة السكر والرز دي تتحول الى شركة من اكبر الشركات العملاقة للتكنولوجيا في العالم. ايه علاقة السكر والرز؟ راجل طموح. يا ترى انت طموحك واصل لفين؟ يا ترى انت فعلا طموح ولا بس خلاص عايز تعيش بس وتاخد قرشين وتاكل وتشرب وتعيش وتموت؟ الراجل ده كان طموح جدا. انا حاطط صورته على فكرة على صفحتي على الفيسبوك. الراجل ده هو اللي عمل ايه؟ اللي عمل سامسونج. يا نهار ابيض، هي سامسونج الرهيبة العالمية دي، الشركة العالمية، صاحبها كان بيبيع رز وسكر. ايوه كان بيبيع رز وسكر. طب وسماها سامسونج ليه؟ هي سام وسونج، كلمتين باللغة الكورية معناها النجمات التلاتة. سامسونج يعني النجمات التلاتة. يقصد ايه؟ يعني ايه النجمات التلاتة؟ يقصد تلات مبادئ هو انشأ الشركة عشانها، انها تكون التلات مبادئ دول ايه؟ كبيرة، قوية، تبقى مدى الحياة، يعني بعد ما يموت تفضل عايشة. حد يتخيل يا جماعة ان الراجل تحول، ان شركته دي ارباحها بقت اكبر من كل الشركات الامريكية مجتمعة، جوجل وابل ومايكروسوفت وكده، فيها 50,000 باحث بيشتغلوا في الادارات المختلفة، يعني عدد الباحثين في مصر قد عدد الباحثين في شركة واحدة في كوريا. وبعدين كوريا ما هياش دولة كبيرة، وبعدين كان فيها مشكلات كتيرة وحروب واحتلال. يعني ايه في الاخر؟ الارادة. الارادة وحاجة تانية الحقيقة، كان عندهم تعليم كويس برضو عشان نقول الحقيقة، كان أهم حاجة عندهم التعليم. لكن إزاي الراجل ده تحول للحجم ده؟ مفيش حاجة صعبة في الدنيا، لكن في واحد عنده إرادة وواحد ما عندوش إرادة، في واحد عنده طموح وواحد ما عندوش طموح. طموح، اسمع المعادلة دي يا شباب وكتبها عندك وعيش بيها. طموح زائد إرادة زائد جهد مستمر تساوي نجاح أكيد. دي بسمة الأمل اللي أنا بهديها لكل شاب من قصة النهاردة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.